نبدأ جولتنا مع خبر لإحدى أعظم الفرق الغنائية حول العالم أبا، يلي عرفنا هالأسبوع أنهم بصدد التحضير لألبوم غنائي مع بعض بعد غياب 40 سنة. وبالتفاصيل وبتصريح رسمي قالت الفرقة: قررنا ناخد استراحة بربيع عام 1982، واليوم قررنا أنه هيدي الاستراحة حان الوقت أنها تنتهي. الألبوم رح يكون بعنوان فواياج، وتاريخ صدوره المتوقع هو 5 نوفمبر، واللي عرفني أيضا أنه فواياج هو ألبوم تكملة أو الجزء الثاني لألبومهم الأخير اللي صدر عام 1981 وكان بعنوان The Visitors. إضافة لهالشي، الفرقة بصدد تحضير كونسيبت غنائي رقمي رح يجمعهم مع بعض بتقنية جديدة شبيهة بالهولوغرام ومتطورة أكتر، ورح تنطلق ابتداء من 27 مايو المقبل. نيكي ميناج وريانا باجتماع سري مع بعض، والسبب بعد مش واضح لهلأ، إنما الأكيد أنه الثنائي قدروا يكسروا صفحات الإنترنت حول العالم بأقل من 20 دقيقة بعد ما نشرت نيكي فيديو بيجمعها مع ريانا من يومين. وبينما نيكي ميناج مشغولة بالتحضير لألبوم الخامس بالوقت الحالي، ريانا ما زالت غايبة عن الساحة الفنية من دون أي أغنية لأكثر من 5 سنين. فهل معقول نشوف تعاون مشترك لإلها مع نيكي بعد غياب جدا طويل؟ ومن ريانا ونيكي ميناج إلى النجمة العالمية أنجلينا جولي، يلي قررت تتحدث هالأسبوع ولأول مرة عبر صحيفة The Guardian عن أول مرة تعرضت للاعتداء بمسيرتها المهنية، وهي لما اضطرت تعمل إلى جانب المنتج الأمريكي هارفي واينستين بفيلم Playing by Heart عام 1988 وكان عمرها 21 سنة فقط. وبالتفاصيل قالت جولي: للحقيقة محاولته بالاعتداء علي والتجربة كلها بحد ذاتها كانت إهانة وأشي بفوق مخيلتكم، واضطريت الهروب منه بوقتها. بتذكر أني بعدت وأنذرت بقية الناس حوالي والفتيات بالأخص من تصرفاته، وبتذكر قلت لزوجي الأول بوقتها جوني لي أنه ما يخلي أي بنت تروح تقابله لحالها. هيدا التصرف تجاه النساء بأي مكان وبأي بلد غير مقبول بأي شكل من الأشكال. وعن علاقة زوجة السابق براد بيت، يلي سبق وتعامل مع واينستين من خلال فيلم، علقت وقالت: تخانقنا كتير، كان موضوع خلاف كبير بيننا حتى قبل طلاقنا عام 2016، ورفضت حضور أي حفل ترويجي للفيلم بوقتها.